يقول: من عبد المسيح عليه الصلاة والسلام هل يصح أن يقال إنه طاغوت بالنسبة لمن عبده لا بالنسبة لنفسه لأنه لم يرضى بذلك؟ المسيح عليه السلام ليس طاغوتا، إنما الطاغوت الذي عبده، الذي عبده هو الذي يعبد الطاغوت، والطاغوت في هذا هو الشيطان، هو الذي أمره بهذا. المسيح لم يأمر بهذا: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي ورب، مثل إخوانه من النبي: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم.